في يوم من الايام سالت امي مين اصعب واحد كان في الولاده؟ قالت لي انت. قلت لها ليش؟ قالت لي انك ولدت في 25/2/1994. يومها صارت مجزره الحرم الابراهيمي وكانت غزه كلها مسكر ومليانه حواجز. يوم احترنا في اسمك فسميناك امجد دليل على المجد اللي جاي للامه. انولدت في منطقه ريفيه زراعيه، عشت حياتي فيها. كنت طفل فضولي بحب يتعلم كل شيء ويفهم كل شيء ودائما مميز في الدراسه. حتى بمرحلة ابتدائية كنت الطفل المحبوب بين المدرسين. كانت طفولتي مليانة مغامرات. كنت أحب أتعلم كل إشي حتى لو أستفز اللي بسألهم، بس المهم أفهم. كطفل فضولي بين عيلة عادية، أبوي موظف، أمي ربة منزل، وبحب الحياة العادية. بس لأني ولدت جنب البحر ومتعود على المناطق الواسعة المفتوحة، كان تفكيري واسع ومفتوح. كانت في طفولتي مراحل حلوة وغريبة. منها في الصف الخامس ابتدائي انتقلت على مدرسة بعيدة عني مسافة في منطقة ريفية. كان كل يوم مغامرة وتحدي، أجواء المطر، أجواء الشوب، والطريق الترابية الصعبة، وحتى الحيوانات الضالة، والمصروف القليل كنت أخذه. بس تعلمت وقتها إنه ما أخاف من إشي وأصر رغم كل الظروف. وفي الصف السابع كان تحدي عندي أقوى، بعد ما انكسرت إيدي اليمين كان لازم أعمل إشي مشان أكمل الدراسة، وتعلمت الكتابة بيدي الشمال. كان أهلي بفضلوا العلاج أفضل، بس كنت أخذ الواجبات من زملائي وأتعلم في إيدي الشمال. كملت كامل دراستي بإيدي الشمال ورجعت لليمين بعد ما طابت. كان من أصعب التحديات اللي علي، بس كان درس إلي ولكل التلاميذ اللي حواليا اللي بده يتعلم ما يحط الأسباب. وفي عدوان 2008 كان عمري 14 سنة، من أكثر السنين الصعبة على حياتي، لأني طلعت من الموت بصعوبة بعد استهداف مباشر علي أنا وقريبي. كنا على السقف نتنفس ونتطلع على البحر، وبقول لقريبي يلا نمشي، وبعد خطوتين لقيت حالي مرمي على الأرض من قوة الانفجار ومش قادر أسمع إشي. الحمد لله ربنا طلعني بسلام، وقريبي إصابته بسيطة. بعد الفحص والاطمئنان أجاني راجل عجوز قال لي يا بنية ربنا كتب لك عمر جديد، وربنا عارف انك جيت على الدنيا لإشي كبير، مشان هيك يا بنية كون معطاء بكل مكان بتكون فيه وما تكون رقم. 14 سنة يمكن كلام كبير علي، بس ضليت أفكر وأحلل، ليش ربنا نجاني من الموت؟ ليش ربنا جابنا على الدنيا؟ وبعد التفكير صار عندي حلمين، براءة اختراع وأكون معطاء بكل مكان بكون فيه. ومن هنا كانت النقلة الفعلية في حياتي، صرت مهووس أكثر في العلم. بدل ما ألعب في الشوارع زي الأطفال، كنت أتابع المسلسلات العلمية، ناشونال جيوغرافيك والجزيرة الوثائقية. كان أهل التلفزيون أهلي يطفوا التلفزيون، روح ألعب زيك زي أولاد صغار، بس كنت ما كنت وافق. كان عندي دفتر سميته دفتر الأفكار الإبداعية، كل ما تيجي فكرة في بالي أسجلها وأدونها وأتعلم عليها. وفي الفترة هذه كانت شخصيتي ضعيفة وطيبة زيادة عن اللزوم، حتى إني أخذت دورات في القيادة ودورات في الشخصية مشان أطور نفسي. وتعلمت في المرحلة هذه ابعد المستحيل من قدامك بتلاقي الواقع موجود. دخلت مرحلة الثانوية شخصية قوية مميزة تعرف كل إشي، وكان دائما حصتي المفضلة الرياضة، مش عشان ألعب فيها كورة، لا، كنت أهرب للمختبر وأجرب الأفكار الموجودة عندي. ما وقفت لهون، حتى تواصلت مع دكاترة في الخارج في الأفكار الموجودة عندي أطور وأجرب. وبعد فترة كبيرة من التواصل اتفاجأت انهم كملوا وسابوني، الامر اللي صدمني ومزعني من جوا، خلاني امزع دفتر الافكار الابداعيه وقلت لا، بدي ارجع كانسان عادي وارجع على دراستي. وبديت توجيهي. كان في بالي لازم اطبق الوعود اللي اخذتها على نفسي، لازم احقق حلمي. مشان هيك اجتهدت على نفسي وبدون دروس خصوصيه ولا تكاليف ماليه، ظليتني مصر. ولانه بيتنا صغير 90 متر مربع في 8 افراد، كان الأمر صعب علي، فانتقلت على منزلنا الثاني المش جاهز، بس حيطان وبس. كملت دراستي كاملة فيه، وبعد الجهد الحمد لله حصلت على معدل جيد جدا. ما قدرت أسافر، وضع المعابر وقتها كان مسكر، وضع المالي لأهلي ما كنت قادر أضغط عليهم، بس قلت لازم أحقق حلمي. مشان هيك دخلت كلية العلوم، قلت مكان أبدع فيه، بس ما لقيت حالي فيه. وبعد ما حاولت وكانت عندي الحصص المفضلة، المختبرات، الفيزياء، الكيمياء، بس أجاني دكتور قال لي حول هندسة أحسن لك. دخلت هندسة تكنولوجيا مباني،
الإشي اللي خلاني أدخل جامعة بطريقة مختلفة شوية. كنت إنسان معطاء، مشارك في كثير من المسابقات، مشارك كثير من فعاليات، وكنت مساعد للطلاب بشكل كبير جدا. وبين المساعدة والأنشطة والجامعة رجعت لدفتر الأفكار تبعي، بس المرة هذه كان عندي وعي أكبر وعلم أكبر، وظليت نسجل فيه وشاركت في أكثر من 30 مسابقة محلية ودولية، وحصلت على 5 جوائز منها. لهون وبس سنة خامسة، مشروع تخرج، فرصة لبراءة اختراع، أنا حققت جزء من حلمي، عطيت كنت معطاء بس بلا أزم حقق كامل حلمي. مشان هيك ضليتني أفكر، سجلت مشروعي كمواد للإسمنت، المادة اللي كل طلاب الهندسة بيكرهوها، أصعب مادة بيكرهوها، أنا سجلت مادة فيها، كل الناس انتقدوا، كل الناس رفضوا، الجامعة اللي حوالي، ليش؟ زيك زي أي طالب تاني، سجل مشروع تخرج وخلص وعمل قصة، أنت بتفكر حالك أينشتاين، بتفكر حالك نيوتن؟ لا، ضليتني مصر وكملت في مشروعي، وضليتني 3 أشهر متكامل أدرس كل المشاريع السابقة في الموضوع، درست أكثر من 30 مشروع تخرج وأكثر من 300 ورقة علمية مشان أختار مشروعي للاستفادة من رماد لإنتاج حجر بناء خفيف. بعد سنة و3 أشهر من عمل متواصل في المختبر من الساعة 9 الصبح للساعة 3، كنا زي العمال نأخذ أواعينا معنا في المختبر، نجرب ونضل ندرس تأثير، وصار عندنا كيس وكيسين وثلاثة وأربعة وعشرة من كياس الفشلة، بس ما وقفنا إشي، واستهلكنا أكثر من 10 أضعاف المواد من الإسمنت. أحياناً كنا نجيبها منا، وأحياناً كنا نجيبها من الجامعة، وأحياناً كنا نأخذها من المقاولين، بس المهم ما نكمل مشاريعنا. ولو نحن عايشين نحن في قطاع غزة، بعض المواد الكيماوية ما كانت موجودة، فرحنا ندرس كمان كيف المواد الكيماوية تنعمل، ونحاول نعملها في مصانع الكيمياء. ما وقفنا إشي، والحمد لله بعد جهد كبير سجلنا مشروعنا كورقة علمية في مجلة علمية عالمية، اعتمدت ونشرت على مستوى العالم. هذه كان فخر إلي فيها. يقف مشروعنا لهان؟ لا، مستحيل. كل هالتعب ينحط في الخزانة زيه زي أي مشروع تاني؟ مستحيل. عشان هيك ظلينا مستمرين في مشروعنا، وقدمنا لمؤسسات تمويلية إنه نطبق مشروعنا على أرض الواقع. بعد ما درسنا وظلينا مستمرين في تطوير مشروعنا، حتى وإحنا بندور كمان للتمويل، ظلينا مستمرين من حسابنا الشخصي في مشروعنا. حصلنا على جائزة التعاون لأفضل 5 مشاريع على مستوى فلسطين، وبعديها جائزة أبادر وجائزة الحاضنة، وصار عندنا مصنع. مصنع يمكن نوعا ما صغير شوية، ولكن يعتبر أول مصنع لإنتاج حجر البناء الخفيف في قطاع غزة. أنتجنا وبعنا ومشينا في المشروع، وظلينا ماشيين بس لأنه قطاع غزة. بعد فترة من الزمن لقينا أنه مشروعنا بسبب تقيد البنى في غزة اضطرينا نجمد مشروعنا. وفي الفترة هذه قلنا لازم نسجل مشروعنا، حتى لو وقف بس لازم نسجل كبراءة اختراع. حاولنا نسجله ما قدرنا، سجلناه كمنتج حصري أقل رتبة، ولكن خطوة في حياتنا لازم نخدها. كنت وقتها مستشار في ريادة الأعمال ومنسق، وتعلمت التصميم وتعلمت البرمجة، وظليت مستمر في حياتي في التطوير، لأن الإنسان دائما لازم يطور نفسه. في وقت الفراغ كنت دائما أخذ دورات وأطور نفسي، وكل إشي بخطر ببالي كنت أدرس فيه وأتعلم فيه، ما وقفت على حالي. فبس في الفترة هذه أجتني فرصة عمل مؤقتة، اشتغلت في بلدية بيت حنون مدة 20 يوم، لأنه الإنسان معطاء وبحب دائما يكون مميز في كل مكان فيه. عشان هيك طلبوني بلدية غزة بالاسم. استغربت بالاسم، بالاسم طلبوني بلدية غزة. رحت على بلدية غزة واشتغلت مع المدير العام مباشرة، وكنت مهندس مشاريع. مهندس مشاريع مش كلمة بسيطة، لا، حاجة كبيرة، ومع مدير عام كانت أكبر. الحمد لله أعطاني فرصة كبيرة أن أبدع فيها. اشتغلت في التطوير بشكل كامل، في الأمور الريادية، كان تفكيري موظف خارج الصندوق، هذا هتو، هذا بحل المشاكل، هذا البني آدم ودوه على المشكلة الفلانية يحلها. كان هيك شغلانتي في المكان. كنت من أول الناس اللي صممت محطة اليرموك الموجودة حاليا، إن شاء الله حتنبني في المستقبل القريب. برضو صممتها خلال 10 أيام فقط. المشروع اللي بيحتاج أكثر من 4 أشهر صممت تصميم أولي فيه 10 أيام، وصممت الحاويات المطمورة في شارع الرشيد، وصممت حاويات المربعة التركية، والكرات الجديدة، والكرات المجرور الحديثة، وكثير دائما تفكيري خارج الصندوق. وحتى حساب تكاليف الطن النفايات في بلدية غزة اللي كانوا 3 سنين مش عارفين يحسبوه، كلفوني إنه أحسبه، وظليتني أطور منظومة حتى جمع وتحليل النفايات في مدينة غزة. بس على قد هيك؟ لا، قالوا لي أنت لازم تروح تتكلف حاجة أكبر،
فتكلفت في أكبر شعبة في بلدية غزة، شعبة المتابعة في قسم جمع وتحليل النفايات، مش عشان بس شعبة فارغة، لا، عشان أطور فيها في المستقبل. وبقول لكم كمان، طبقت 5 أفكار من 15 فكرة شغالة فيها في الوقت الحالي في تطوير المشروع. وأقول لكم سر، بس هذا بيني وبينكم، دفتر الأفكار عشان يكون مليان، وحاليا بشتغل على فكرتين بالسر. وفي الختام، كون ألماس وما تكون فحم، الاثنين من كربون. الألماس ثقل نفسه وتحمل درجة الحرارة والضغط، بس الفحم انتظر انه ينحرق زيه زي اي فحم تانية وينتهي.